شيء. شوفي حكيمة، إذا عن جد خايفة علي وعليه طمنيني بأسرع وقت عنه. لو الموضوع بإيدك هلأ طلعته من هون. نحن عم نعمل كل شيء بنقدر عليه، بس فرصة شاهين قليلة وما بنعرف إذا بيزبط منا أو لا. هلأ منقول يا رب أكيد، بس لا سمح الله إذا يعني مثلهلي تعرض حياتك للخطر كرماله. معلم انت هون انا عم فتش عليك. خير؟ شاي صار له شيء؟ لا لا لا، بس قوم معي ضروري. يرجى من الدكتوره، شكرا للدكتوره. شو الاصداء مهمه على تويتر؟ ايه مش بس على تويتر، كل السوشيال ميديا. الحلقة مكسرة الدنيا. واضح في أفكار كتير بعد براسي، بس بدون شوية وقت وحظ. عندك وقت. بالنسبة للحظ فالله يخلي لك الأستاذ ثروت. المهم هلأ كل بدي أحكيك كرمال الحلقة الجاية. ما تعطي لي هم، عم بحضر أكتر من موضوع. ما في لزوم، عندي فكرة حلقة صار لي فترة عم بدرسها، الموضوع إشكالي ورح يعمل بلبلة. طيب رايحة هلأ وعشية منقعد شي مطرح منحكي فيه على رواق. تيني لائحة أسماء المرضى بالغرف لو سمحتي. لحظة لوحده؟ ما في معه حدا؟ ما في مرافق؟ في مرته واخته بيتبادلوا على زيارته شوي وبيجوا. طيب شكرا. وهون مين في؟ هيدي الغرفة فاضية، امبارح كان فيها مريض وطلعوا. بليز حضري لي فايل احمد اول شيء، او احكي بنك الدم عن عمليه كثير كبيره. شو القصه؟ شو صاير بالمستشفى؟ وزير شرف اجته جلطه وهلا فوتوا عقده العمليات. وهي احلى منقوشه لاحلى ابو احمد. ولك سلم اليدين يا يوسف. كوبايتين شاي. حاضر معلم. شو يا ابو احمد، في شيء اخبار جديده؟ والله علمي علمك يا بشير، ما في شيء جديد، نفس الاخبار. شاي يا يوسف. اقولك رح يضل جبل هربين وتارك هالنسوان لوحدهم بالباي. اولا جبل طفر مش هربين، ثانيا يعني النسوان مش لحالهم، نسيت خيو صخر. لك صخ الله يعيننا وعينه، هيدا حاسبه على رجال. لا يا بشير لا، قصة عيونه من خاصة صخر من كل عمره، رجال برجال. بالعقل جاري بالعقل، شو ممكن يعمل واحد أعمى قدام المشكلة ممكن تساير بأي لحظة؟ مشكلة؟ ليش سامع شيء؟ لا بس حدا ضامن شو ممكن يصير بين ساعة والتانية. إيه والله والله، إذا عرف غازي ليحرق بتخيو باللي فات. إيه والله ما في أغلى من الضنا. خالتي مشاهي، خالتي مشاهي، قومي قومي لوصلك على البيت. راحت من وش، راحت من وجهي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. كمان مو معقول تضلي هيك. خليني رجعك على البيت. عم قل لك ما حد من وجهي. يا ناهد افتحي لي البيت. لك والله لاكل قلبك مستاني والله. الله يحرمك من اولادك يا رب. افتحي لي يا ناهد. بدي اشوف بدي اشوف تراب قبره لشين. افتحي لي لك افتحي لي يا ناهد. يا ناهد افتحي لي. بوز ايدك بوز ايدك افتحي لي. خليني فوت شم تراب شاهين. انت امه بتعرفي شو يعني ولد. دخيلك افتحي لي. انت امه مثلك عادي وبتعرفي شو يعني موت ابنك وما تشوفيه. لك افتحي لي افتحي لي بوز اجريك. افتحي لي افتحي لي افتحي لي. خليني شم تراب شاهين دقيقي. افتحي لي يا ميت. يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي انا جيت لعندك يا شاهين. يا امي الله يحرق قلبه. الله يحرق قلبه مثل ما حرقوني. يا امي 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 دخيله. يا امي حبيبي وين رحت وتركتني يا نور عيوني انت. وين تركتني ورحت يا حبيبي انت. لك يا الله لك يا الله يا رب دخلك يا حبيبي. ما إلي غيرك. ارجع لي يا وحيدي انت. ارجع لي يا وحيدي. يا امي يا امي دخيلكم. لك دخيلكم دخيلكم. لك اطلع من وش قبرك وخذ روحي دخلك. لك خذ روحي ومناش طابك واطلع. يا امي يا امي يا امي يا شهيد. لك اطلع يا امي يا حبيبي انت. يا عيوني انت يا نظري يا حبيبي. بعد أمرك الله. متأكدين إنه هذا المكان أمن له؟ الهيئة زيارة معاليم طاولة عنه، عامل جلطة ولازم يضل فترة بالمستشفى. المشكلة مش رح يضل لحاله، رح يضل هو والمرافقين تبعه والدرك، هيدي غير الصحافة اللي حتجي على بكره بدها تصور الحدث أول بأول. إيه والمعنى؟ بالمبدأ لازم تبقوا هون، الوزير غرفته بالطابق تحتكم، يعني المفروض ما حدا له شغل معكم. اسمعني شو بدي اقول لك. انا ما بدي اعمل مشاكل بس بدي اعرف ليش زتيتوني هون. شو عملت؟ شو صاير؟ اذا بتخبرني راح اكرمك. انا غازي شيخ الجبل ووعدي داين برقبتي. اذا بتقول لي شو القصه بوعدك انه ما راح انسيك. ما
انيفرسري. معقول بدك تفتح هيك ملف؟ إذا مش أنا فتحته غيري رح يسبقني ورح يحكي فيه. شوفي نور، أنا بسيرك بكل شيء بس مش بهيك قصة. أنت من شو خيفاني؟ كيف من شو؟ لك إذا ما بخاف عليك بخاف على حالي. ولا نسيت إنه برنامجك من إعدادي وأنا أول وحدة مسؤولة عن كل كلمة بتنحكى فيه؟ إذا هيك اطمني، أنا دارسة الموضوع كتير منيح وظهرنا بعده مسنود. لأي متى؟ أنت بتعرفي هيك قصة شو ممكن تعمل بالرأي العام؟ ولو ما بعرف ما فكرت فيها. ثروت بيعرف؟ شو قصتك اليوم أنت وثروت؟ لازم تخبري، يمكن عنده رأي تاني. على كل الأحوال أنا بعرف كيف أقنعه. قد ما كنت منيمتي على إيدك مش رح يقبل تفوضي حالك بهيك قصة. منيمته على إيدي؟ شو بكي مي؟ ليه عم تحكيني كأني شي وحدة من هول ما تفهميني غلط، بس ما بفتكر رح يقبل تقطع الخطوط الحمراء. ثروت بحبني وبده يتجوزني، وما بفتكر إنه رح يوقف بوجهي طالما أنا عم بكبر وأنجح وحقق يلي أنا بدي إياه. نور، أنت اليوم وحدة من أهم الإعلاميين بالبلد، على شو بعدك حايصة وعم تنبش بهيك مطارح؟ لأنه بكل بساطة بعد ما وصلت للي بيرضيني أو للي بدي إياه. بس فينا ناكل؟ بور رابط عنده لشاهين، كان الحق معي صار علي وما إلي ذنب، ليكني عم بدفع الثمن. مشان هيك ارمية على الله. لحظة، لازم نمسك العصاية من النص ونفكر بحل وسط. حل شو هذا؟ قعدتك هون خطرة وما إلها أي لزوم، وهذا الحكي متفقين عليه. إذا لازم نلاقي مطرح بعيد عن الخطر وقريب من هون بنفس الوقت. حزورة شفناك، أنا فهمان عليه كتير منيح ومعك حق. المعلم جبل مش لازم يبقى لحظة واحدة بالمستشفى، لازم نلاقي مطرح برا وقريب من هون حتى يبقى المعلم جبل بأمان وقريب من شاهين. بهالطريقة بنكون أمننا عليك كتير منيح، مطرح تريح فيه راسك مش تضلك هيك على أعصابك، وإذا صار أي خطر على شاهين تكون بلحظة عنده وتطلعوا برات المستشفى. شو رأيكم؟ تعالوا جاي. شايفين على البناية؟ بدي تجربوا تلاقوا لي شقة فيها. حلاوتها
انه تقطيعة الشارع ومنصير بالمستشفى. بدي الشقة تكون من هالجهة هي. ولازم يكون في شباك يطلع على شاهين. اقدر ارصده كل الوقت. يا الله! فيقني من هالكابوس اللي انا فيه، انا ما عاد فيني. يا رب! فيقني خليني لاقي خيي ومن عمي جنبي. وقدر شوفهم بعيوني. يا الله! طلع فيني. طلع فيني، انا ما عدت قادر اطلع بحدا. شوفني. شوف عني. انا ما عدت قادر شوف شيء. حاجة تفكر يا ابني، الهم رح ياكلك، ارحم حالك وارحمني. غصبا عني يا امي، في غصة بقلبي ومش قادر انسى. انا خايفة عليك، مشاكل الهيبة انت مش قدها. ابوك راح من بين ايدينا واختك سافرت وتركتنا، ما بقي لي غيرك، انا خايفة اخسرك. مثل ما خفت علي لما كنت صغير جوزت سمية للعائلة اللي قتلت بيي. بعدك مش ناسي؟ مش بإيدي يا أمي، مش بإيدي. ربيت والسكينة على رقبتي، كل شي صار غصبا عني. كنت صغير وما كنت قادر أعمل شي، بس هلأ كبرت. كبرت والغصة كبرت معي وعم تخنقني. بلع كرمالي. ما بتنبلع، ما بتنبلع لأمحي جبل وعيلته من الهيبة كلها. وبعدين لك أمي، وبعدين لأمتى بدك تضلي حابسة حالك عم تتصفني بالحيطان؟ قومي ساعديني، وقفي معي، وقفي مع أخوك صخر، خليكي جنبه. الله يرضى عليك يا هونة، لا تتركي أخوك صخر. لا، ما فيك تهربي، ما فيك تشوفي كل شيء عم يصير حواليكي وتقومي تخبي راسك وتغمضي عيونك. لا أنا ولا أبوك ربيناكي هيك. أمي بوس إيدك، تركيني وروحي. يا أمي، أخوك صخر عاجز مكسور وبحاجتك. ما هو اللي عمل بحاله هيك؟ ما هو اللي وصل حاله ووصلنا لهون؟ لا، ما هو أخواتك بعمرهم ما ظلموا حدا. يلي صار لك شو بتسميه؟ يلي صار بسبب ابن عمك. ليش مو بسببكم انتو؟ ليش مو بسببك انتي؟ مو انتي اللي زتيتي عمي غازي بالسجن وخليتي شاهين يكرهنا؟ لك انتي شو صار لك؟ شبك عم تقطشي وتلحشي من عندك وترمي كلامك وهون وهون وبس بدك تحطي الحق علينا؟ انا ما بدي احط الحق على حدا، ما بدي احط الحق على حدا، خلص تركوني بحالي. لا، ما حذرتي، ما حذرتي بنوب. نحن بعمرنا ما ظلمنا الغريب لحتى نظلم ابن عمك. طول عمرنا كنا منحبه، ربي معنا بهالبيت مثله مثل باقي اخواتك. بس هو تاه رأيه والطمع عمى على قلبه، مشان هيك هالشي كان لازم ينحط له حد.
قصدك تحطوا له الجهد على قبره ما؟ مو هيك قصدك؟ شاهين خاين. تعرفي شو يعني خاين؟ لك اخواتك كانوا حيروحوا من بين ايدينا بسببه. خلص امي، خلص بوس ايدك حالتك كسلي ما مات وما خلص منكم. ولك ما مات. شاهين انقتل، هو اللي قتل حاله. حرام عليك، حرام. هاد الحكي بتحكي للغريب مو لإلي، مو لإلي. أنا عايشة معكم بهذا البيت وبعرف كل شيء عم بصير. لا ما بتعرفي، وحاجة تزودي علي وعلى أخواتك. لك أنت بنفسك بتكرهي. هاد اللي طلع معك؟ إيه، وإذا نسياني بذكرك، بالأول كنت تحبيه، بس لما كشفتيه على حقيقته زتيتيه، إجا لعندك وترجاكي وما سامحتي، صار يبكي مثل النسوان وقلعتي. ليك جوازتك من مجدي الكلب وعلاقتك معه كانت كلياتها كرمال شو؟ مو حتى لتحرقي قلبه لابن عمك؟ مو لأنك بتكرهيه؟ لا لا لا، لأني بحبه. الله أكبر عليك يا بنت سلطان، لك الله أكبر عليك. الو، محلك تشتغلي من كم ساعة لهلا؟ وينك بالمكتب؟ ايه أنا كمان رايحة على التلفزيون، عندي موعد مع مي كرمال الإعداد. بشوفك على الغدا. باي. حكي اعلام وراح تسكت لهم؟ ما في شيء بدل علي بالاسم. لا بس التلميح واضح. هيك تلميح ما بيخصني لوحدي، نص البلد بيركب علي هالحكي. ما بعرف انت ادرى. على كل حال السياره صارت جاهزه. لاي ساعه الاجتماع؟ بعد في نص ساعه. طيب شوف لي شو صار بالمناقصه. البضاعه رح تعفي من البحر. امرك ثروت بيك بالاذن. طمنوا كله تمام، ان شاء الله يكون على ذوقك.
وهون غرفة القعدة. هيدا التلفزيون فيه كل المحطات وموصول على النت. وأنا رح بنزل عشي دكان جيب لك شوية أغراض للمطبخ. لا لا يا أبو علي، أنت بدك تطلع على الهيبة بتشق على أمي وبتجيب لي شوية تياب، وهون أنا شو بينقصني رح أنزل جيبه. أنت بدك تنزل؟ إيه نعم. شو بدك تضلك حابسني بالأربع حيطان؟ هي قصة بجوز تطول، وبعدين أنا لازم أعرف كل مداخل ومخارج هالمنطقة اللي نحن قاعدين فيها. وما تخافوا، ما حدا هون بيعرفني ولا أنا بعرف حدا. إيه بس يا معلم ما بيصير هيك. ما عليه يا أبو علي، ما هو حق، خليه يطمن. هيدول مفاتيح السيارة استأجرتها باسمي وصفيتها تحت بالباركينج. في أسانسور من تحت لحد باب بيتك. يا زلمة شو هذا، نحن ونص البلد ما في داعي، أي مشوار بنظرة مش هاي. اسمع مني، خليهم معك يمكن تعوزهم. ماشي يا عيسى. وهون فتح الشقة معلم، أنا راح بطلع تأرجع عضل. وأنا كمان لازم أمشي، انزل على البلدية زبط ورق الشقة. طيب وأي شيء أنا بخبركم. الله معكم. يلا خاطرك. شفتي كيف؟ ما بعرف، أنا قلبي نأذنك. أنت ليه قلبك نأذك إذا المدير وافق؟ ليه قتليني هان؟ ما عم بفهم. ولا مرة وصلنا لهون بالبروجرام. وأنا مش حابة ضل كل عمري أحكي بنفس المواضيع يلي بتنحكى على السوشيال ميديا مثل كل هالبرامج. أوكي. شو عاملة هلا؟ رايحة على البيت. طيب، رح بلش مع فريق الإعداد وببقى بخبرك شو بيصير. مسقفية رح نكسر الأرض. I promise. باي. باي. وهي المكدوسات حدين مثل ما بيحبون. وهي اللبنه المدعبله، القريشه، مع عود المشمش، مع عود التين، الزيتونات السود، المخللات، الشنجليشات، ناقص شيء. الزيتونات 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 الخضر. ليكن ها قلو خليه يغسلهم قبل ما يحطهم بالزيت لأنه بعدهم مرين شوي. لك صدقيني بكفي يا أم جبل، المعلم قاعد بنص بيروت ما رح ينقصوا شي. ولو جبل ما بياكل إلا من موت البيت، رح تعرف أمي أكثر مني يا أبو علي. وهيدي الشنطة فيها تيابه، بعد في شي؟ لا لا تمام، إذا ناقص شي برجع بجيبهم. أبو علي طمني، المكان مأمن؟ الأمان بالله يا أم جمال، وكلي الله. بوس ليها وقل له نحن ناطرينه، وخلي عينك عليه عشا عشا. أنت وصيك بعيوني، طمني بالك يا أم جمال. المهم هالقصة ما تطول ونخلص، وكل هوا ما بيعوزه. شو أبو علي؟ رح تتركنا وتعيش هونيك؟ لك شو بيعرفني؟ على كل حال سيارتي معي، ضربة مارش بكون هانو هونيك. يعني حتضلك رايح جاي؟ ما بعرف، هلا المهم نطمن على شاهين. كيف كيف؟ يعني قصدي إنه تمرق هالقصة لأنه اضطراب الزلمة بعد ما نشفه. الله يرحمك يا شاهين. يلا الحقيني بهالشنطة. شرف
حضرتك 35 استاذ. حبيب اذا ما في اسئله بس اشوف المقاس. منيحه. وخالصين ها؟ ميرسي.